هو الباب ده ايه؟ مين هو الباب؟ والسؤال التاني، ايه اللي يمنعني اني ادخل من الباب؟ عدم وجود زيت في الآنية. نلاحظ ان العذارة كان معهم ايه؟ معهم مصابيح ومعهم آنية، مصباح ينور، والمصباح ده كان بينور بإيه؟ بالزيت. كل واحدة من العذارة كان معاها مصباح منور ومعاها إناء، معاها كده زي ما نقول كده حاجة صغيرة، نقدر نقول إزازة صغيرة مفروض تكون موجود فيها زيت. العذارى الحكيمات كان موجود فيه زيت، والعذارى الجاهلات ما كانش موجود فيه زيت، الآنية بتاعتهم ما فيهاش زيت. ده معناه ايه؟ الآنية دي ايه؟ فكري، قلبي، إرادتي، والزيت عمل الروح القدس فيا، وعمل الروح القدس هو أن يبكتني على خطية عملتها عشانها، ويبكتني على خير ما عملتوش علشان أقوم وأعمله، ويبكتني على دينونة مستنياني ونسيت إن أنا أجهز نفسي ليها. ده عمل الروح القدس. يبقى لو مليت قلبي وتفكيري وإرادتي بالأعمال اللي الروح القدس بيقول لي اعملها، اللي هي التوبة عن خطية وفعل الخير والاستعداد للدينونة أو الاستعداد للأبدية، يبقى أنا الآنية بتاعتي هتبقى مليانة زيت. والروح القدس يقول لي وصية ما سمعتهاش، ما عملتش بيها. ده عمل الروح القدس. املأ الإناء بالزيت عن طريق ايه؟ توب عن خطاياك. يبقى انت بتملأ الإناء بالزيت. افعل الخير وأعمال الرحمة، تبقى انت بتملأ إناءك بالزيت. استعد للأبدية اللي هو يوم الدينونة، يبقى انت بتملأ الإناء بالزيت. افعل الوصية ونفذها، يبقى انت بتملأ الإناء بالزيت. ولما يكون الإناء مملوء بالزيت، يبقى انت المصباح بتاعك منور، فتصير نور للعالم، زي ما قال السيد المسيح أنتم نور العالم، وزي ما قال القديس بولس لكي تكونوا بلا لوم وبسطاء، أولاد الله بلا عيب في وسط جيل معوج وملتوي، تضيئون بينهم كأنوار في العالم. يبقى احنا بنتكلم على نقطة، احنا بنتكلم النهاردة عن حاجة اسمها ايه؟ الباب المغلق. واتكلمنا في نقطة الأولى، أول نوع من أنواع الباب اللي بيغلق اللي هو باب الحياة أو باب الخلاص، ضيق ولكنه مفتوح طول ما احنا عايشين على الأرض، بعد كده بيغلق ولا يفتح مرة أخرى، ويجي كل واحد يقدم. لو انت زيت مليان هتدخل، ما فيش زيت الباب هيبقى مقفول قصادك، زي ما قال المسيح اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق، اجتهدوا أن تدخلوا، يبقى لازم فيه زيت. توبة وأعمال صالحة، استعداد للدينونة، تنفيذ للوصية. النقطة الثانية أو الباب الثاني المغلق هو باب القلب. لما يكون الإنسان معاند ومشي في الخطية، يبقى ده باب مغلق، زي ما قال السيد المسيح عن هذا الباب، ها أنا ذا واقف على الباب واقرع، يعني بخبط بشدة، إن سعى أحد سأدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. وينادي السيد له كل المجد النفس البشرية، ويقول لها في سفر نشيد الأنشاد، افتحي لي يا أختي يا حبيبتي
يا حمامتي يا كاملتي، كل دي أوصاف للنفس البشرية اللي ممكن ما تكونش تايبة لأنها ما فتحتش، ومع ذلك بينظر لها الله بكل الصفات الحلوة دي. يا أختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي. وبعدين بيقرع طول الليل، هو بيقول صوت حبيبي قارعا، وبيقول كل الكلام ده، ويا ترى النفس بتستجيب ولا هترد زي عروس النشيد وتقول له قد خلعت ثوبي فكيف ألبسه، قد غسلت رجلي فكيف أوسخهما، أنا مرتاحة كده، حياتي كويسة كده، مش عاوزك في حياتي، علشان تكون موجود في حياتي يعني لازم أغطي نفسي بتوب البر، يعني أعمل أعمال حلوة، يعني لازم أنظف حياتي من الأعمال الوحشة، وده مجهود عليا، معلش مرة تاني. كتير كتير بيكون ده الرد، عشان كده مطلوب أن تفتح باب قلبك وتقول له تعال يا رب، تعال يا رب أنا عاوزك تدخل وتتعشى معايا، أعطني من عشائك الذي أعددت لمحبيك، ولا تدعني أسمع ما قلته في مثل المدعوين، إنه ليس واحدا من أولئك الرجال المدعوين يذوق عشائي. ده اللي قاله السيد المسيح في مثل المدعوين اللي دعاهم للعشاء وكل واحد اتحجج حجة، اللي قال له أنا اتجوزت، واللي قال له أنا، كل واحد عنده مشاغله زي كده عروس النشيد، خلعت ثوبي كيف ألبسه، غسلت رجلي فكيف أوسخهما. ده النوع الثاني من أنواع البيبان، باب مغلق اسمه باب القلب، يفضل الإنسان معاند طول حياته، يقرع الله في التجربة ويرفض وجود الله في حياته، يقرع الله عن طريق عظة ويرفض أن يكون الله في حياته، يقرع الله باب قلبه عن طريق انتقال أحد محبيه، يا ما مشينا في جنازات ويا ما شفنا أموات، ولكن قليلون الذين غيروا حياتهم وكثيرون استمروا في حياتهم كما هما، كما هم ما تغيروش. النوع الثالث من أنواع البيبان المغلقة، احنا بنتكلم في الباب المغلق وخدنا حاجة اسمها باب الحياة أو باب الخلاص، وده مفتوح طول حياتنا وبيغلق لما نموت أو ننتقل، والباب الثاني باب القلب اللي ممكن يفضل مغلق ويرفض الإنسان عمل الله في حياته رغم أن الله بيخبط على بابه. النوع الثالث والأخير بنسميه باب مغلق لمجد الله. يعني إيه باب مغلق يمجد الله؟ يعني إيه الباب ده؟ باب أنا أغلقه بإرادتي علشان يكون لي علاقة حلوة بربنا، ده النوع الثالث، باب أغلقه بإرادتي أنا عشان يكون لي علاقة حلوة بربنا. يا ترى ده باب واحد؟ لا، دي أبواب. أول نوع اسمه باب المخدع، يقول السيد المسيح عنه وأما أنت فمتى صليت فادخل إلى مخدعك واغلق بابك. ليه؟ وصل عشان تصلي إلى أبيك الذي في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. من أقوى الصلوات هي صلاة المخدع، أغلق باب مخدعي لكي أعيش لحظات مع إلهي وسيدي، وابتعد عن مشاكل العالم وضوضائه وصراعاته، لحظات أنا والله فقط، انفصل فيها عن الدنيا بمشاكلها وابدأ يكون لي صلة وعلاقة بالله.
باب الشفتين. طول النهار البق بتاع الإنسان واللسان ده شغال كد، شتيمة، إدانة، نفاق، شغال. اغلق هذا الباب. يقول المزمور: ضعني يا رب حافظا لفمي وبابتي. ده باب المفروض يغلق ولا يفتح أبدا إلا أن يقول كلمات بناءة، لأنه بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. هو الفم ده اللي عامل كل المشاكل دي، هو اللي ممكن أن يقدم الشكر والتسبيح لله، هو نفسه اللي ممكن أن يقدم ذبيحة التسبيح أي ثمر شفاه معترفة باسمه. اغلق هذا الباب ولا تفتحه إلا لما تقول كلام يبني أو تقول تسبيح، لكن طول النهار شتيمة، إدانة، كد، حلفان، نفاق. وعادي وبنعتبر الإنسان عادي. اغلق هذا الباب الذي سوف يضيع حياتك. باب تاني اسمه باب العين، وده باب صعب. أول ما سقط الإنسان، لما آدم وحواء كلوا من التفاحة أو كلوا من الثمرة بتاعت الشجرة، هو لم يذكر هو نوعها إيه، أول حاجة اتقال عنهم إيه؟ فانفتحت أعينهما. أول حاسة من حواس الإنسان تأثرت بالخطية هو العين. عشان كده السيد المسيح قال كلمته الخالدة: سراج الجسد هو العين. يعني إيه؟ اللي هينور جسدك هو عينك. إن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا، وإن كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون مظلما. اغلق عينك عن رؤى الأشياء القبيحة، أو حاول إنك أنت تبتعد عن الرؤية دي. ياما بنشوف حاجات صعبة طول النهار، في حاجات صعبة بتظهر وانا عمال اعمل فاتح عيني وعمال ادخل خطيه، عمال ادخل خطيه. اغلق عينيك عن رؤى كل شيء سوى عن رؤى الاشياء النقيه الحلوه، زي ما قال البابا شنوده في قصته همسه حب: هوذا عيني وقد اغلقتهما عن رؤى الاشياء سوى عن اراك. افتح باب أذنك واسمع كلماته الموحية، وقل: اعطني يا رب أذن للسمع. افتح باب شفتيك وقدم ذبيحة التسبيح أي ثمر شفاء تعترف باسمه. اغلق عينيك عن رؤى الأشياء القبيحة. أخيرا نختم بقول جميل قاله أحد القديسين: أرهقتني الحياة فأغلقت عيني وفمي وتحدثت معك يا الله. أرهقتني الحياة فأغلقت عيني وفمي وتحدثت معك يا الله. إحنا النهاردة خدنا ثلاث أنواع من الأبواب المغلقة. إحنا اتكلمنا عن الباب المغلق الأول، باب الحياة أو باب الخلاص، باب التوبة، باب الرجاء، بق ولكنه مفتوح يحتاج لي جهاد لدخوله، ولكن وانا بدخل النعمة بتسندني ووقفة معايا مش سايباني. والباب ده عشان ادخله لازم الآنية تكون مليانة زيت، والزيت هو عمل الروح القدس، والآنية هي إرادتي، فكري، مشاعري. املاها بعمل الروح القدس، يعني املاها بأعمال الرحمة، أعمال الخير،
توب وابتعد عن الخطية، استعد لليوم الأخير، نفذ الوصية. الباب الثاني باب قلبي، ساعات بيفضل مغلق طول حياتي رغم ان الله بيخبط عليه طول ما انا عايش، لكن مع الأسف دايما بعتذر وبلاقي حجج، مشغول، مش فاضي، بعدين. زي ما قالت عروس النشيد: قد خلعت ثوبي وسخهما. النوع الأخير أبواب تغلق لتمجد اسم الله، أبواب تغلق لتمجد اسم الله. باب المخدع أغلقه لأصلي ليك يا رب، باب شفتي أغلقه عن الإدانة والنميمة والكذب والشتيمة والنفاق لكي أمجد اسمك يا رب وأقدم لك ذبيحة التسبيح، أي ثمر شفاه معترفة باسمك. باب عيني أقفله عن رؤية الأشياء القبيحة الصعبة اللي مالية حياتنا دلوقتي وبتتقدم في كل مكان، لأجعل عيني بسيطة فجسدي كله يكون نيرا. أخيرا أقول مع القديس الروحاني: أرهقتني الحياة فأغلقت عيني وفمي وتحدثت معك يا الله، ولأهلنا المجد دائما أبديا. أمين. هللويا هللويا.